تواجه المواطنين وحلها على مستويين: الأول يتعامل مع الظروف الطارئة والعاجلة، والثاني يتضمن الحلول الجذرية والهيكلية التي تضمن منع تكرار المشكلات مجددا، موجها الحكومة بمواصلة العمل المكثف لاحتواء الأوضاع الحالية وتخفيف الأعباء عن المواطنين في أسرع وقت ممكن، مع تعزيز جهود ومسارات تعظيم العائد والقيمة المضافة من مشروعات الكهرباء والطاقة. متكاملة للدولة لزيارة الأراضي الزراعية من الرقعة الجغرافية للجمهورية بما يزيد على 3 ملايين فدان جديدة، ما يعادل أكثر من ثلث المساحة الحالية للأراضي الزراعية في مصر. أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على أهمية الدور الذي تقوم به الهيئة المصرية للشراء الموحد في توفير الأدوية والمستلزمات للقطاع الطبي الحيوي الذي يمس حياة المواطنين. جاء ذلك خلال اجتماعه بمقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة مع اللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي. تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس حار رطب نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ماهل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه سيتم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد يوم الاثنين المقبل، موضحة أنه يمكن لطلاب الصف الثالث الثانوي الحصول على نتيجة التنسيق من موقع التنسيق الإلكتروني عقب إعلانها مباشرة. شدد فريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني على ضرورة تطبيق المعايير الأمنية بشكل دقيق وفعال ووفقاً لأسس منهجية وعملية محددة ومخطط لها مسبقاً من خلال التنسيق الدائم مع مختلف الجهات المعنية داخل المطارات المصرية، مشيدا بالتعاون الفعال مع جميع الجهات الأمنية مما يسهم في تفادي أي معوقات تتعلق بالتشغيل والسلامة الجوية. استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء موقف الأجهزة والمستلزمات الطبية الموردة لوزارة الصحة والسكان والهيئات التابعة، مشيراً لأنه تم تسليم 42.221 ألف جهاز للمنشآت الطبية، ويوجد 24.975 ألف جهاز من المقرر تسليمها للمنشآت الطبية تحت الإنشاء.